السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. فيديو اليوم هو كريم التوم على الطريقة السورية أو على طريقة المطاعم. رح أقدم لكم إياها بطريقة سهلة كتير ومميزة، تابعوني للأخير مشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لتحضير كريم التوم على طريقة المطاعم رح نحتاج كاسة كبيرة نشا. أنا بستخدم هذا النوع من النشا، متوفر بكل السوبر ماركات الألمانية. بدنا نجيب كسرونة أو طنجرة صغيرة ونحط فيها كاسة النشا، وبدنا نضيف لها كاستين مي. المي لازم تكون فاترة أو باردة، وبدنا نحرك النشا مع المي منيح حتى يدوب عندي تماما وما يضل عندي تكتلات. بعد ما يدوب عندي النشا تماما بالمي بدي احطه على النار، والنار ما لازم تكون عالية كتير، متوسطة او اقل. بدي ضل حرك فيه لبين ما يسمك معي المزيج. اول ما يسمك عندي المزيج بدي وطي النار، وبضل ايدي بالمزيج وبضل بحركه لحتى يتحول لمزيج متماسك وتنشف المي منه تماما. واول ما بيصير لون النشا عندي لون شفاف بيكون هيك صار عندي النشا جاهز وانطبخ منيح على النار. هذا هو اللون اللي بدنا نحصل عليه، المزيج الشفاف. اعزائي المشاهدين هلا بدنا نترك المزيج يبرد يبرد شوي، وبعدين بدنا نجيب صحن غميق ونحط فيه كاستين مي باردين. وراح نضيف لقلون حوالي 10 فصوص ثوم. طبعا كمية الثوم اعزائي المشاهدين انتوا بتتحكموا فيها، اذا بتحبوا طعمة الثوم تكون ظاهرة بكريم الثوم او بتحبوها خفيفة. بدنا نطحن الثوم مع المي كتير منيح لحتى يدوب عندي الثوم تماما وما تظهر عندي تكتلات صغيرة. اللي ما عنده مضرب كهربائي فيه يستخدم الخلاط. وهلا بدنا نضيف نص كاسة مايونيز، وراح نضيف ربع كاسة زيت مازولا او زيت نباتي، وبدنا نضيف كمان لقلهم معلقتين لبن زبادي ومعلقة خل. وطبعا الملح دايما حسب الرغبة. وبدنا نضيف كمان معلقة صغيرة ملح الليمون. بالنسبة للملح الليمون فيكن تتحكموا كمان فيه اذا بتحبوا حمضيته تكون ظاهرة او حمضيته كمان خفيفة، بس اغلب المطاعم بتكون عندهم الحمضية ظاهرة منيح. هلأ بدنا نبلش نضيف النشا اللي سبق وطبخناه. بدنا نضيفه بشكل تدريجي، ما نضيفه كله مرة واحدة. بنضيف تقريبا 4-5 معالق كبار، ومنضربهم بالخلاط مع المي مع السوائل اللي سبق وحضرناها. بنرجع بنضيف كمان مرة تانية كمية تانية من النشا المطبوخ، وبدنا نضربهم بالخلاط منيح مشان ما يكون عندي ابدا تكتلات ظاهرة. وهيك صار معنا اعزائي المشاهدين كريم التوم جاهز. مثل ما انتم شايفين ما سمكناه كتير لاني لسه بدنا نحطه بالبراد وراح يسمك معنا اكتر.
انا حطيت اعزائي المشاهدين كريم التوم بالبراد حوالي 3-4 ساعات وبعدين طلعته وحصلت على هالقوام هاد اللي انتو شايفينه، قوام رائع جدا وما في اطيب منه جنب البطاطا المقلية. فينا طبعا نحفظه بالبراد لمدة شهر او اكتر، بس ما بتوقع يضل عندكم شهر في البراد لان الاولاد اكيد رح ياكلوه ويخلصوه بسرعة. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشاركوه مع اصدقائكم، وبشوفكم دايما دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول كوجا، والسلام عليكم.